كلمة. رجعنا بعد الفاصل ومن أعماق البحار. النهاردة طلعنا لكم بأكلات بحرية متميزة جدا، ومعانا الشيف محمد فريد هيعمل لنا أكلات النهاردة من المطبخ الإيطالي. إزيك يا شيف؟ مساء الخير عليك يا أستاذة هبة، ومساء الجمال على كل متابعي برنامج قناة بنات الصحة حواء. قناة الصحة والجمال، برنامج حول بنات حواء اللي أنا ليا بالظبط فترة طويلة عمال أحفظ في اسمه. ده بنات حواء يعني، انا مش متابعه حاجه بس كل شويه اتلخبط. بنات حواء، حواء منورنا. بنورك. هي بس اللي انت بتتلخبط فيها الهمزه. الهمزه بالظبط، حواء او حواء. منورنا يا شيف. بنور حضرتك. طبعا النهارده انت جاي لنا من البحر. على ايه؟ على القاهره. طيب قول لنا بقى اكلاتنا ايه النهارده؟ اول هنعمل طبق اكله ايطاليه بس بايدي مصريه النهارده. تمام. ماشي. اللي هي ايه؟ هنعمل فوتوتشيني سي فود بس بالكريمه، مش صوص احمر، صوص ابيض. فوتوتشيني. فوتوتشيني يا جماعه، النهارده هناكل فوتوتشيني ايطالي. طب قول لنا مكونات الفوتوتشيني ايه؟ مكوناتنا الاساسيه طبعا للسي فود فيليه، سبيط، وجمبري. دي اساسياتنا النهارده. ده الفوتوتشيني؟ لا، مكوناتنا النهارده للسي فود. طب احنا هنبدا الاول سباجيتي عريض. ماشي. لان انواع الباستا معروفه، يعني زي بينا، سباجيتي، او حلزوني. زي ما بتحبي. في الشكل بالظبط. لكن هو مكوناته ايه بقى؟ قول لنا كده. مكوناتنا النهارده هي الاساسي طبعا زي ما احنا شايفين كده، سباجيتي العريض مش الرفيع. مكونات على الهواء ممكن تقولها لنا؟ سباجيتي عريض، ودلوقتي هيكون اساسيات السي فود طبعا الفيليه والجمبري والحبار او السبيط. ماشي. ده السي فود. لكن الفوتوتشيني الاول مكرونه. وايه؟ مكرونه والسي فود بتاعنا. ماشي. وبهاراتنا هنقول البهارات كده دلوقتي. تمام. المكونات يا جماعه على الهواء اللي احنا بنصورها، فلفل ابيض. ماشي. ومرقه السمك وتوم باودر. وبنحب كده، يعني ايه، يعني الشعب المصري مش بيحب يزود في البهارات قوي. غير شرق اسيا او غير الطليان. فاحنا النهارده في ورق لورا، وفي زبده. تمام. في جوزه الطيب. ماشي. وفي حبهان، وفي قرفه خشب. ماشي. وعشان الصوص الابيض في كريم الطبخ، وفي حليب. تمام، يلا نبدا. 12 دقيقه بالظبط احنا بنحتاج ان ايه، نسلق المكرونه بعد ما الميه بتغلي. ماشي. بنضيف لها زيت زيتون بسيط مع رشه ملح عشان بس ما تلزقش في بعض. تمام. مش بنقلبها اول باول زي كده. ماشي. اول باول عشان بس ما تمسكش في بعضها. ماشي. بنقطع السي فود قطع صغيره زي ما احنا شايفين كده اهو. ده ايه؟ ماشي. حبار. ده الحبار. تمام. او زي ما احنا بنقول عليه سبيط. ماشي. وبنجيب الفيليه، مش بنقطعه مكعبات. في البعض بيخاف جدا 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 من السكينه، فبنعمل ايه؟ انا لسه كنت هسالك. صح، على موضوع الجوانتي ده، ايه جوانتي ده؟ ده الكلافز ستيل. ده بيحمي الايد عشان بس ايه، يعني المبتدئ في السكين ما يعورش نفسه زي كده اهو. معلومه مهمه جدا يا جماعه طبعًا. لكل بنات حواء النهارده في هتلاقي جوانتي زي ده عشان العرايس الجداد الحلوين اللي هم بيخافوا من السكين زيي. زي ما انا قلت لك ان انا بخاف من السكين، ان هم ممكن يلبسوا كلافز زي ده. احنا اول مره شيف صراحه يقول لنا المعلومه دي. ده كلافز ستيل مهم جدا 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 لكل واحد مبتدئ. الطبخ يا جماعه مش صعبه خالص، الطبخ بس انت بتعرف تعمل ايه قبل ايه. ماشي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت تعرف تمسك السكينه، ان هي في مهنتنا هو القلم اللي احنا بنكتب بيه هي السكينه. واعرف انواع التوابل. الطبخ مش صعب خالص، بس اعرف انت بتحط ايه قبل ايه. نرجع بقى للاساسيات. مع بنات حواء الطبخ هيبقى سهل خالص لكل بنات حواء. انا اقلب لك، انا كل شويه انا اقعد اقلبها لك. مفيش مشكله، هي جنب، انا اقعد انا اقلب. ماشي. قطعنا الحبار زي ما احنا شايفين قطع صغيره. ماشي. والسبيط والجمبري بنسيبه زي ما هو، لان الجمبري عامه بيكش شويه بعد السوا. حجمه بيصغر شويه. اي حاجه بقى هي تحبها، كبير، الجامبو، الصغير، اي. لا لا، اشتغلت في الباستات بالذات جمبري متوسط. متوسط عشان ايه؟ عشان ما ياخدش وقت في السوا. ماشي. بنبدا بالزبده. ماشي. شغل بس البوتاجاز ده. شغال تقريبا اهو. معلقتين زبده مش كتير قوي. معلقتين زبده. اشغله زي الفل. ظلمناه. ماشي. وبننزل اول حاجه بالحبار لانه بياخد وقت كتير جدا في السوى. الحبار بياخد وقت في السوى. فبننزل بيه اول حاجه. تمام. ماشي.
يعني نحط اول حاجه الحبار اها اللي هو الصبيط. الصبيط تمام. كل بلد ليها لغه، يعني عندنا في الاسماعيليه بنقول عليه صبيا، في بورسعيد سيبيا ماشي، بقيه المناطق بيقولوا عليه صبيط. صبيط اها، فكل منطقه ليها لهجتها او لغتها. اه ماشي، لغايه بس ما يمسك كده شويه. اول بس ما بيمسك بننزل بالجمبري على طول. دي بتكون تاني مرحله. اول ما يغير لونه كده يشف ولا ايه؟ يعني اول يعني هتلاقيه مسك. اه فاهماني؟ يشف يعني. أوه. يعني هتلاقيه مسك عن المكان الاول. لو جبنا حاجه كده غير ناضجه ماشي، وحاجه لمست النار هتلاقي دي بدات تشد. تمام. ماشي، اما دي لسه مرخيه. اه تلاقي بدا يمسك. تمام. اول ما يوصل للمرحله دي بننزل بالجمبري على طول. تمام. طبعا يا جماعه اظن يا شيف الاكله دي تدفي برضو في الشتاء. هي دسمه دسمه عشان اخد لبن وكريم ماشي. بس طبيعي انها هتتقدم سخنه فحلوه للشتاء. اما الجمبري لازم يدينا اللون الذهبي او بيدي احمرار زي ما شايفين الفرق دلوقتي. فعلا ده اتغير. الجمبري اول ما بيوصل للون ده يعني خلاص كده، اول ما يدي اللون الاحمر خلاص هو كده استوى. كده يديك دي اشاره ان هو مثلا استوى بنسبه 60%. تمام. واخر حاجه بنحطها الفيليه، لان الفيليه ما بيستحملش ماشي، والفيليه زي ما بتحب، عايز تحطه باسه، عايز تحطه فيليه قشر بياض، عايز تحطه فيليه لوت، زي ما بتحب ماشي. بس الاحسن فيليه اللوت، سمك اللوت جميل جدا، او زي ما احنا بنقول عليه قشر البياض. ماشي، بنحط بقى مكوناتنا الاساسيه. بنحط مكوناتنا الاساسيه السي فود، الصبيط والجمبري، وبعد كده بننزل بالفيليه عشان الفيليه ما بياخدش وقت في السوق. ده فيليه ايه؟ بولتي اي تقريبا. فيليه ليه انواع صح؟ ايه انواع؟ بس انا بستطعم يعني فيليه البياض. فيليه بياض، قشر بياض اللي اسمه قشر البياض عشان يعني بيدي تيست اعلى. عندي معلومه اهو، عنده قشر بياض. ان احنا كمصريين مشهورين بالنفس البيتي زي ما بنقول. ايوه. بنختار الاسماك اللي هي كانضج او اصح. طبعا كل بنات حواء بيحبوا قوي يبدعوا في المطبخ ويحبوا التجديد دايما، يعني عشان الاسره ما تزهقش. فطبعا احنا النهارده في مطبخ متميز جدا، هو مطبخ الايطالي. ده ايه؟ ده الكمون. كمون ماشي، من كل حاجه بنحط ربع معلقه. وكزبره. كزبره بتاعتنا المصري. طبعا ناعمه ماشي. وفلفل ابيض مش اسود. في بقى في البعض بيقول عليه بهار ابيض. ماشي. ومرقه سمك، البعض اظن ان هو ايه مش يعني ما تعملش بيها قبل كده. مرقه سمك بتدي تيست جميل جدا. دي ممكن نلاقيها عادي عند العطار او بتقولي العطار سوبر ماركت. ماشي. وتوم باودر. توم باودر. تمام. ماشي. وفي حاجات بقى ايه زي جوزة الطيب. ماشي ماشي، دي عارفينها. بنحط بس لكل فرد في الطبق بتاعنا واحده، يعني لو فردين مش باودر دي واحده كده كامله، واحده صحيه واحده. وبنجيب قرفه خشب. قرفه خشب ماشي، عشان لما نيجي نعمل كلير او تصفيه للحاجه تبقى سهله علينا. غير الباودر بيبقى فعاله شويه. تمام. ماشي. طعمها بيبقى قوي. اما الحبهان بتجيب هما اثنين قطعتين او زي ايه يعني زي ما بتحبي حضرتك. زودي او تقللي طعمه. يعني احنا كل اتنين. طبق هناخد واحده جوزه الطيب. دي جامده قوي يا شيخ، جوزه الطيب دي. لا ما هو يعني انا ما اكترش انها بتعمل هبوط حاد في الدم. لو افورنا منها واحده بس فايدة يا جماعه، كبيرة جدا. واحده بس ما تكتروش في جوزه الطيب. تمام كده المكرونه خلاص كده ولا ايه؟ دي مكرونه شرايط يا جماعه، اسمها شرايط صح يا شيف؟ هي اسباجيتي عريضه او زي ما بنقول شرايط. شرايط عندنا هنا في مصر بنقولها شرايط. هي عامله زي الشريطه كده عريضه. طبعا ريحه السي فود حاجه كده زي ما بنقول بالاسماعيلاوي العب يا كنال.
لما ريحه حاجه جميله كده. لعبه كناري؟ لا العب يا كنال. العب يا كنال. لما بنخش كده مطعم ونشم الريحه بنقولها بقى بطريقتنا. تمام. ايه تاني احنا ممكن يعني ده اللي هيتحط على ده؟ ازود مشروم. ماشي مفيش مشكله، بس هي عشان اكله ايطاليه 100% لازم بنحط المشروم. مشهورين هم بالمشروم، احنا خدناه تقريبا منهم صح؟ هو المطبخ الاوروبي عامة بيتميز بحاجات كتيرة. ماشي؟ زي اوفر في البهارات. ماشي؟ اخترعوا حاجة يعني أكلة بسيطة فيها كل المكونات. ليه أنا أجيب مثلا خبز وأجيب لحمة وأجيب السلطة وأجيب وأجيب وأجيب؟ لا، هو حط كل ده في طبق في حاجة واحدة اللي هي البيتزا. العيش نفسه عليه اللحوم وعليه المخلل بتاعه اللي هو الزيتون وعليه سلطاته او خضاره. تمام ماشي. فهم اخترعوا البيتزا عشان البيتزا توفيرا للوقت. كتوفيرا للوقت. وتقريبا يعني اخترعوها ان انت ممكن كست بيت ان انت تحطي كل الحاجات المتبقيه عندك مثلا. واخر حاجه بنحطها اللي هو الفلفل تريكالر اللي هو الالوان. فلفل الوان. طيب قول لي يا شيف، انا كست بيت ازاي اعرف ان انا اشتري السمك ده وان هو جودته كويسه ولا طازه؟ ويعني لان في ناس كتير قوي ما تعرفش. انا نفسي شخصيا ما اعرفش. هي حاجه سهله جدا 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 جدا، وكويس انك سالتي في الموضوع ده. السمكه الطازه من السمكه الغير طازه، اول حاجه برق العينين تبقى سودة جدا جدا جدا. اللي هي السمكه اللي انا زي البولتي كده. هتلاقي العين بتبرق جامد قوي. اما السمكه اللي هي غير ناضجه او اللي ليها فتره عدى عليها وقت بتبقى عينها باهته. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنلمس السمكه زي كده، يدوس عليها بصبعنا، يدوس عليها. ان فضلت ماسكه نفسها دي فريش. ماشي. بنصفي الباستا ده برضو لو هو فيليه برضو. نستأذنك كده اتفضل. زي ما انتم شايفين يا جماعه بنصفي الباستا بتاعتنا. شكرا جدا جدا. انا بساعد بساعد، بيت مشاركه. ماشي. نرجعها مكانها هنا تاني. ممكن ترجعها تاني؟ هترجعها؟ نرجعها بس مكانها تاني بعد ما عملنا لها كلير تصفيه. ممكن انت عايز الميه دي ولا ايه؟ لا خلاص كده. ممكن تنزلها بقى. طيب معانا اتصال، ممكن نقول الو. الو. الو، اهلا وسهلا، قولي سؤالك. اتفضلي. ممكن اكلم الشيف؟ اتفضلي حضرتك، الشيف معاكي. طب ممكن بس توطي التلفزيون شويه وتسمعينا من السماعه؟ نضيف الحليب جزء بسيط جدا مش كتير. ماشي. ازيك عامله ايه؟ اتفضل. الحمد لله. قولي سؤالك، سؤالك ايه للشيف؟ حليب وكريمة. ايه السؤال ايه؟ طريقة مكرونة بشاميل. صينية مكرونة بشاميل. طيب شكرا. طيب بشاميل لحمة ولا فراخ؟ لا لحمة. لحمة بسيطة جدا. هي الأحسن ليها بنجيب اللي هي الباستا اللي هي المكرونة القلم البنة. ماشي. شكرا جدا لاتصالك. بتتسلي بنحط لها زيت بسيط وملح عشان بس ما تمسكش، وبعد كده بنعملها زي في بندهن الصينيه من تحت زيت وبنحط المكرونه بتاعتنا جدا عادي. ماشي. واللحمه مع بصله. ممكن تشتغل وانت حضرتك بتقول. اتفضلي. بنفرم بصله مع اللحمه. ماشي. وبعد ما بنحط مكرونتنا طبقه من اللحمه المفرومه. ماشي. بعد ما بنتبلها كويس جدا بالفلفل الاسود والملح ماشي والكمون والباربيكا، بنحط الطبقة الثانية من الباستا نفسها زي حشو كده. ماشي. وبنحط الصوص البشاميل، الصوص الأبيض. في اللي بيحب يعمله حليب وكريمة، حليب وكريمة ودقيق. وفي اللي بيحب يحطه حليب ودقيق وبيض. يتخلط كويس جدا، بتعمل بالميكسر. ماشي. وبتحط فوقيهم على طول مع تزيين كده بالجبنه البارميزان. وزي ما بتحب من انواع الجبن، جبنه البارميزان او جبنه شيدر. تمام. ده طبق الفيتوتشيني صح؟ طب والشوربه السي فود بقى؟
شوربه السيفود هتعملها لنا برضو ولا ايه؟ لو الوقت يسمح ما فيش مشكله. في وقت يا جماعه نعمل شوربه السيفود؟ في وقت؟ قولوا لنا كده في وقت ولا ايه؟ احنا نستنى بس شويه لغايه ما دي تربط. ماشي. هي بتاخد وقت الشوربه؟ هي هتاخد زي تقريبا 20 دقيقه. لا كتير. ممكن نعملها في مره تاني ان شاء الله الحلقه الجايه احنا مش مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله نعمل حاجات اكتر ان شاء الله باذن الله. مش احنا بس هنستنى بس عليه ان الصوص الابيض يمسك وبنعمل له بقى ميكسين بعد كده. فاهماني؟ وبيتقدم بقى بالف هنا وشفا بقى يا جماعه. وبيكون معانا في جارنيش جبنتنا البارميزان والموزاريلا. طب هنغرف في ايه؟ موجود طبعا طبقنا. ازاي؟ طيب قول لنا كده عقبال ما نعمل الشوربه المره الجايه، عشان بصراحه انا عايزه اعملها. يعني انا جبت لها، انا اول ما عرفت ان احنا هنعمل اكلات بحريه ف يعني اتفضلي. جبت بصراحه اكلات بحريه وقلت ان انا هستنى. قول لنا كده سريعا اتفضلي، انت بتعمليها ايه ازاي وكده؟ شوربه السيفود سهله جدا وبسيطه. اول حاجه احنا بس الزبده تسخن بسيط، نحط مكوناتنا زي ما بدأنا بالصبيط، بعد كده الجمبري، بعد كده الفيليه. ماشي؟ بعد ما بنضجوا واحنا بنشوحهم. طب لو فيها كابوريا؟ ما هو زي ما نحب، ممكن نزود كابوريا او بلح بحر. واللي بيحط صوابع الكابوريا. ماشي؟ في اللي بيحط الكافيار والبطارخ. فزي ما انت بتحبي. ماشي؟ وبنزود ميه مثلا بوله على قد كل فرد، لو فردين بولتين. ماشي؟ و150 جرام من كل نوع من الانواع اللي بتكون معانا. كل فرد ياخد 150 جرام بس. لا 150 جرام من كل نوع في الانواع. من كل نوع. يعني هي قلنا خمس حاجات في المكونات. سبيط وجمبري وفيليه وكابوريا وجندوفلي. ماشي؟ في اللي بيحب يزود يحط صابع الكابوريا او يحب او يحط الكافيار زي ما حضرتك بتحبي. ماشي؟ فبعد ما بنشوحهم كله ماشي بنحط لكل فرد من كل الحاجات دي 150 جرام. وبنحط لكل فرد مثلا بوله شوربه، ان كل ما ميتها بتكون اقل. حطها هنا على العالي ده احسن. انا حاسه ان هنا هاديه شويه. ايوه عشان اتدفى. اتجوزها اتجوزها اتدفى شويه. مطر بره بقى ان الاكله دي هتسخننا وهتخلينا ايه متدفيين خالص. ما فيش مشكله. تمام. لكل فرد كوبايه ميه. بولت ميه. والاحسن يعني اي شربات لما بعد ما نشوح حاجتها ما نضيفش ميه بارده ابدا عشان ما نبوظش التست. تمام. فبنحط هو كوب واحد. كوب واحد ميه. ماشي؟ فبعد ما مثلا بتغلي بحوالي 10 دقائق بنضيف حليب بسيط وكريمه. مش عشان ننزع بس وكريمة. الزفاره وتبقى دسمه شويه. بس كده. هي دي شوربه السيفود. هي دي. ماشي؟ وبهاراتنا لشوربه السيفود يا جماعه، كمون وتوم بيتشوح مع السيفود. ماشي؟ وفلفل ابيض مش اسود. ماشي؟ وكزبره ومرقه السمك وتوم باودر. طيب معانا صبحي، معانا اتصال. صبحي اهلا وسهلا. ازيك يا ست الكل؟ اتفضل اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله يا استاذ صبحي، ربنا يخليك. شكرا. حضرتك طيب؟ سنة سعيدة عليك. الله يخليك. بس اعرف السمك بانواعه يعني، معلش عشان انا بخش المطبخ المشوي والمقلي وبانواعه. حضرتك عايز طريقة العمل الاسماك؟ طريقة العمل الاسماك يعني مثلا، ولا عايز التوابل؟ لا السمك برضه بالتوابل يعني اعمل. تمام. شكرا جدا لاتصال حضرتك. الشيف هيجاوب عليه. طيب قول لنا واحده واحده كده قبل ما نغرف. يعني واحنا شغالين مثلا نبدا بتتبيله السمك المشوي. تتبيله السمك المشوي. السمك المشوي ممكن يتقفل يتشوي وهو محشي زي ما هو من غير ما يتفتح. زي ما في الخليج بيقولوا عليه دفتر، عندنا هنا بنقول عليه سنجاري. ماشي؟ تتبيله السمك المقلي المشوي عامة أي سيفود في الدنيا أو أي حاجة طالعة من البحر أساسي أو روح السيفود. تعالى كده اسمع. روح السيفود هي الكوم، عفوا التوم والكمون. روح السمك التوم والكمون. التوم والكمون أساسي. ماشي؟ بعد كده بقى بنحط الكزبرة وبنحط مرقة السمك وتوم ناعم. ماشي؟ وصوص أحمر اللي هو فلفل الباربيكا أو الفلفل العادي الرومي بتاعنا. بتفرم مع توم وليمون.
مره واحده او بيتعمل في الميكسر بيدهن بيه. حطه في السمك. والاستحسن انك تسيبيه مثلا لفتره 20 دقيقه. طب هو انا اعرف ازاي ان هو استوى؟ يعني المشوي ده تقريبا بنحط له رده برده او زيت وليمون كده كده. بنجيب ظهر المعلقه العاديه اللي احنا بناكل بيها في البيت وبندخلها من فم السمكه وبنطلعها تاني. لو لقينا بظهر المعلقه هنا الدم مكان السلسله يبقى لسه شويه. دي مهمه جدا ماشي. يا جماعه ومعلومه مهمه جدا. ده بالنسبه للسمك المشوي. اما السمك المقلي اعرفه استوى ازاي او ما استواش. ايه استوى لوحده هتلاقيه اب طلع الايه المقلي ولا ايه؟ المقلي. المقلي هتلاقيه صعد كده فوق الزيت عايم. ماشي طبعًا. طول ما هي غطسه لسه بدري عليها. نصبر طبعًا. بقى فعلا احنا المشوي ده احنا ما نعرفوش كتير يعني نعرف ان هو استوى ازاي. طيب قول لنا حاجه تاني يعني. هو الاستاذ بس كان بيسال على حاجه مهمه حضرتك نسيتيها. كان بيسال على انواع السمك. ماشي السمك هو في منه نوعين. في دارك ميت ووايت ميت. لحم غامق ولحم ابيض. فالغامق ده زي المكاريل او عيله التونه والفصيله بتاعتها دي كلها هتلاقيها دسمه شويه. يعني ال 100 جرام منها تمام من الدارك ميت بتعادل زي نص كيلو من الوايت ميت. يعني لو جينا مثلا سمك مكاريل الكيلو منه يعني بيعادل زي 3 كيلو بلطي من الفايده بتاعته وتقيل. يا نهار ابيض. ماشي يعني حضرتك مثلا البلطي ممكن الفرد ياكل كيلو. من السمك المكاريل او التونه الفرد الواحد ماشي يعني 300 جرام. لو زود عن كده مش هتلاقي قادر يتحرك. يقول لك اكل كبس على نفسي زي ما احنا بنقول. تمام معانا استاذ كريم من القاهره. اهلا وسهلا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اتفضل. بقول لك حضرتك انا في اكله سمريه بحريه مشهوره كده مش عايز اسال بس الشيف عليها. اتفضل سؤالك. اتفضل معاك. اتفضل. اكله كده بتتباع ممكن بس توطي التلفزيون معلش. وطي التلفزيون عشان نسمعك. ايوه ماشي. اتفضل اكله ايه؟ عايز اكله ايه؟ الايه؟ مش سامعين معلش. ممكن بس تقفل وتتصل بينا تاني؟ شكرا جدا ليك. اذا خسارك كنا عايزين نعرف سؤاله برضه. سمعته السؤال؟ لا هو بيسال على اكله مشهوره وما قالهاش. طيب هيتصل تاني. كده يا جماعه الفوتوتشيني الف هنا وشفا. ما انا عايزه حبه هنا لو سمحت عشان اكل انا. الشوكه فين؟ ايوه ما لازم اخد طبعا علاميتنا الكبيره. اهم حاجه بقى علاميتنا الكبيره نس هبه وصياني يا جماعه تعمل حسابي. طيب هو الوقت بس مش مكفي. خلاص احنا وقتنا بيخلص بسرعه يا شيخ. بكل اسف عشان كنا عايزين نعمل حاجات كتيره بس بكل اسف كفايه ليا انا كفايه عشان انا عامله رجيم صراحه. لازم البهاريز بقى اهو. البهاريز بقى دي اهم حاجه. يعني احنا هننسى الحاجات المهمه بتاعتنا. ايوه شكرا. شكرا جدا. الطبق بتاعي محدش يجي جنبه. اغرب بقى الطبق الرئيسي. ان شاء الله نشيل ده كده اهو ولا يهم. ايوه ممكن اتفضلي قولي. طيب هو انا مثلا لو انا عملت جمبري مشوي ليه تتبيله معينه ولا طبعا هو إيه؟ التتبيله بتاعت الجمبري بس بنزود فيها مسترده. مسترد صوص. مسترده. عشان هاخد دي بقى عشان اكل بيها لان انا جعانه بصراحه وعايزه مجوعتي نفسك عشان خاطر محمد جاي. لا انت جاي لنا من البحر على هنا على طول. مفيش مشكلة. فلازم يعني بصراحه نستمتع بالجمبري والسبيط والحاجات الحلوه. هو شغلي كسفن. فاحنا ما شاء الله كل الكرو كل اللي فاضي يعني بيصطاد. فحضرتك ما شاء الله يعني سمك فريش واطبخ يا محمد. تمام. اتفضلي. اهم حاجه احنا بص كستات بيوت ما بنعرفش صراحه نغرف الغرفه بتاعتكم دي. ازاي؟ بالذات المكرونه دي. يعني نقعد نلف كده ونلف وناكل بنزهق. يعني انتوا ليكوا غرفه كده. انا احب اقول بس لكل ست بيت خدي بالك لان اقرب طريق للراجل معدته. معدته. فظبطت الكلام ليلتك انس ماشي وحياتك جميله. ما ظبطتيش هتلاقيه في المطاعم ماشي وهكذا. لا احنا في بنات حواء عايزين كل بنات حواء يبقوا ليهم مطبخ متميز جدا
نعمل نفنشه بقى، نحط الجرنش بتاعنا والحاجات بتاعتنا. هو مفيش مشكله، بس الجرنش ثواني واحده كده. ومشيتنا الجميله معانا مي من اسكندريه. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا اجمل اعلاميه مدام هبه؟ حبيبتي ربنا يخليكي، اتفضلي معانا قولي لنا سؤالك ايه. بس انا عايز اسال الشيف، بس الشيف معاكي، الشيف معاكي، قولي سؤالك. اتفضلي قولي سؤالك، سؤالك ايه؟ عايزه اسال على تبديل الكيك، عايزه اسال على تبديل الكيك شيش طاووق. شيش طاووق اكيد. ده مهم جدا تتبيلته بقى. شكرا جدا لاتصالك. احنا بنجيب خله بطول 25 سنتي ماشي، وبنقطع سواء كان دجاج او لحم، بنقطع مكعبات ماشي، وبنقطع الفلفل الالوان شرايح شرايح شرايح. اهم حاجه التتبيله ماشي. التتبيله مهمه. هنيجي في الميكسر او الجريندر اللي احنا بنقول عليه خلاط ماشي، بنحط توابلنا اللي هي ايه؟ مع زيت زيتون الاول والتوابل بتاعتنا، كمون، فلفل اسود ماشي، وملح، وصلصه وبصله مفرومه ماشي، ومرقه، مرقه دجاج عاديه جدا ماشي، بيتخلطوا كلهم في الجريندر، وزبادي ماشي، وتسافي الشيش طاووق على الاقل 20 دقيقه. 20 دقيقه بس؟ احنا بنبين بقول لك على الاقل. على الاقل ماشي، اذا كان مستعجل خلاص. طيب. بس الحاجه كل ما بتقعد وقت اطول من 4 ساعات بتبقى احسن ماشي. مش بتبقى احسن، بتحدق، تكون شربت قوي، خدت الصوص كويس. تمام. طيب انت جرنشت لنا بقى، قول لنا ايه. طبعا متهيألي المطبخ الايطالي بيشتهر طبعا بالزيتون ده. الزيتون ده اساسي. وايه الجبنه اللي انت حطيتها؟ مظبي جبنه بارميزان ماشي، بنحطها كده على اي باستا ايطالي لازم الجبنه البارميزان. والاخضر ده الحلو ده انت عامله، هتحطه على الوش ولا ايه؟ ايه ده يا ستي؟ مش عشان بس تصبك مظبطني انا كمان، معلش يعني اشمعنى طبق إيه؟ لازم طبق انا كمان. عينين عليكي. اهم حاجه اهم حاجه يا جماعه، ايوه اهم حاجه يا جماعه ان انت تكوني متميزه في مطبخك، وكمان تكوني متميزه بالذات في الجرنش بتاع طبقك. يعني احنا في بنات حواء دايما بنحب نقول للست البيت ان انت ما تنسوش الكلافز ستيل بس. ما تنسوش الكلافز ده مهم جدا، وكل ستات البيوت لازم يجيبوه بالذات لو انت مبتدئه. يعني انت لو العروسه جديده هاتي الكلافز ده، ومعلومه جميله جدا يا شيف، احنا بنشكرك عليها طبعا، وبنشكرك على المعلومات القيمه بتاعه السمك. بس كان في حاجه صغيره هو انت ما قلتهالناش في السمك. اتفضلي. ولا ايه؟ كان بيسال على انواع السمك. احنا قلنا في دارك ميت وفي وايت ميت. فالدارك ميت اللي هي من عيله التونه عامه، والماكريل اللي هو اللحم الغامق. اما الوايت ميت اللي هو اللحم الفاتح ماشي، زي الفيليه، زي البولتي، زي البوري كده. تمام. لكن بيختلف الـ 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 يعني نوعيه التسويه والكلام ده. الوايت ميت بياخد وقت اقل. ماشي، وطعمه خفيف. اما الدارك ميت هيبقى تقيل شويه. يعني ده بيتشوي ولا بيتعمل ازاي؟ زي ما تحب يعني، كل حاجه. كل مثلا واحد الاسماك ليها كذا طريقه. ماشي، في مشوي، في مقلي، في شوربه، في صياديه، في طاجن، زي ما تحب. ماشي، حتى الكراب اللي هي الكابوريا نفسها بيتشال الكفر وبتتخلي كويس وبتتحشي. سيفود اللي هو فيليه وسبيت وجمبري بتفرمه كويس زي الكفته كده، وبيتحط بعد ما بتعمل زي البرجر بالظبط بطريقه البرجر، وبيتحط فوق الكراب الكابوريا. تمام. طيب احنا كان معانا النهارده طبق متميز جدا، طبق ايطالي، قول لنا اسمه تاني كده. فوتوتشيني سيفود بالوايت صوص ماشي، ربطنا بالكريمه والحليب ماشي. لو عايزين نعيد مثلا عيد لنا تاني الطريقه تاني معلش، عشان كل بنات حواء النهارده هيعملوا الفوتوتشيني ده، بصراحه جميل قوي. باذن الله يعني السيفود الحاجات الاساسيه بتاعتنا، الفيليه والسبيط والجمبري ماشي. قطعنا السبيط شرايح بسيطه او مكعبات بسيطه علشان ايه يعني تستوي، اول حاجه نزلنا بيها، بعد كده الجمبري، واخر حاجه بعد ما الجمبري ادالنا لون نزلنا بالفيليه. عشان الفيليه بس يا جماعه ما بياخدش سوا كتير،
لو زاد عن حده بيدوب. تمام ماشي. حطينا البهارات بتاعتنا، كمون، كزبره، فلفل ابيض، مرقه سمك، وتوم باودر ماشي، وجوز الطيب، والحبهان، وقرفه خشب. والمعلومه اللي هي بتاعت جوز الطيب لكل ايه؟ فرد حبه واحده. حبايه واحده تمام، عشان بس كترها بيعمل هبوط في الدم. تمام ماشي، فمش صحيه، مش كويس كترها، مش رغم فائدتها. تمام نجيب لنا الليمونه دي هنا كده. يا سلام. عشان بس ست البيت تشوف. اكيد طبعا كل الحاجات البحريه الليمون ده اساسي.